اليوم جاي عشان أسهل لكم مهمة تطبيق طبق كلنا بنحبه ويحبوا الأطفال يحبوا الصغار يحبوا الكبار، ينفع في البوفيهات المفتوحة. أنا شخصيا من الأطباق اللي أنا جدا جدا أحبها طبق البلاك فورست. حنعمله تقريبا في 45 دقيقة يعني، وحيكفي من 8 إلى 10 أشخاص. اسألي اللي جرب حليب فيلور من جودي. أولادي مرة حبوه. الطعم اللذيذ أحد العلامات الخمس التي اكتشفها هؤلاء. فيلور من جودي، جربي واحكمي. نبدأ الحين في خفق الإسبونج. هنضيف الموية زي ما وعدتكم، إن الوصفة جدا سهلة وما فيها أي شيء. والزيت اللي هو 3/4 الكوب، البيض، نبدأ نخلطه بدي الطريقة. أول شيء حناخده على سرعة سريعة لمدة دقيقتين تقريبا، من دقيقتين إلى 3 دقائق، بس يمتزج البيض والزيت والموية يمتزجوا مع بعض. نعلي السرعة عليه، هنبدأ نسكب. بعد ما امتزج معانا المكونات هنضيف عليها المسحوق بدي الطريقة، ونرجع نخلط تاني من أول وجديد. الفرن عندنا من أول طبعا مسبقا شغال تقريبا على درجة من 150 إلى 170 درجة، يعني بالنسبة للبيت ممكن تكون درجة متوسطة. خلاص كل المكونات دحين عندنا امتزجت، دحين تقريبا الكيكة جاهزة، ناقص شيء واحد إن إحنا نحطها في الفرن تقريبا نص ساعة أو 35 دقيقة. دحين حنبدأ في الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي عبارة عن الحشوة البلاك فورست. دحين أول شيء حسويه هدوب حليب فيلور في الموية الباردة، لأنه إحنا كمان قلنا إنه الموية الباردة حتزيد من كثافة الكريمة التزيين اللي عندنا. هضيف الحليب. دحين حنبدأ في فتح علبة التبويب اللي هي سهلة الخفق. هنستخدم منها تقريبا 2 باكيت، كل باكيت حيكون فيه 2 أكياس، يعني مجملهم 4 أكياس. كده الأربع مغلفات حنضيفهم مباشرة على الحليب فيلور البارد. نبدأ دحين أول شيء نضرب على السرعة سريعة قبل ما هي تنضرب. حنبدأ إحنا دحين نشوف الكيكة اللي في الفرن إيش صار فيها. زي ما احنا شايفين خلاص جاهزة دحين، طبعا هنخليها بدرجة حرارة الغرفة. المرحلة الثانية هي قص الكيكة. طبعا دحين هنرجع نشوف الكريمة وصلت في مرحلة السماكة المطلوبة او لا، بدأت تتماسك معانا الكريمة. بعد ما بردت الكيكة هنبدأ اول شيء نبدأ من اقصى شيء في الكيكة، نبدأ نمسكها كده عشان ما تتحرك او شيء. بعد كده هنبدأ نقص الكيكة. أول شيء نعلم الأجناب بدي الطريقة. صارت الكيكة معايا، عملت لها زي التعليمات من الأطراف. بعد كده أبدأ أمشي من خط، أسحب الخط الأول على الخط الثاني وأمشي به. طبعا نستخدم معاها سكينة المنشار. كده انقسمت لقسمين. نيجي للمرحلة اللي أنا متشوقة إني أوصل لكم إياها، مرحلة نفتح العلبة جزء بسيط، ما نفتح العلبة كلها عشان نقدر نستفيد من الشيرة الموجودة في الفاكهة الموجودة جوا. خلاص عندنا الكريمة دحين جاهزة، وصلت للكثافة المطلوبة. نبدأ دحين في حشو الكيكة. دحين حنبدأ نحط الفواكه المحفوظة اللي حتعطي طبعا طعم غير طبيعي لكيكة البلاك فورست. حنبدأ نحط عليها الجزء الثاني من الكيكة، نكبسها كبسة بسيطة. نبدأ نغطي التوب حقها
طبعا لو سألتوني أنا إيش مسمى تاني للبلاك فورست، ممكن أقول إنها هي كيكة الغابة السوداء. هنبدأ دحين نحط فيها الشوكولاتة المبشورة، هنبدأ ناخذ الجليس اللي هو الملمع، نبدأ بتلميع الفواكه الطازة بهذه الطريقة، نحطها حط عشوائي ما عندي مشكلة أنا، ونبدأ نرش على كيكتنا الجاهزة. كده اكتملت الوصفة عندنا. بالهنا والعافية على قلوبكم، زورونا على قناة مطبخ جودي على اليوتيوب، وتذكري ما انت لوحدك، مطبخ جودي دايما معك.